أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم على من أظهر الشرك وأبطل الإيمان خوفا من الأذى لأنه في بلادهم، مع العلم أنه لم يكره على ذلك؟ ما يجوز إظهار الشرك، إظهار الشرك ما يجوز، أنه يفعل مثل فعلهم، يقول مثل قولهم، ما يجوز له هذا، لا يبقى معهم إلا إن كانوا أسروه، أما إذا كان ما أسروه يهاجر، يفر بدينه. نعم.